أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة من حلقات برنامجكم سر النجاح. لكل منا رسالة في حياته تعتمد على طرفين، مرسل ومتلقي، ويحتاج هذا المرسل إلى سياق معين، سياق ثقافي، اجتماعي، إعلامي، وربما سياسي، حتى يستطيع بأن يوصل رسالته إلى المتلقي. شخصيتنا في حلقة هذا اليوم شخصية متميزة، لها حضورها الإعلامي والاجتماعي والثقافي وأيضا السياسي. استطاعت من خلال عطائها أن تقدم صورا راسخة في الذاكرة المحلية والعربية والعالمية من خلال ما أنجزت من إنجازات وعطاءات تحفر لها وأيضا تكتب بماء من ذهب. حلقة متميزة لأن شخصيتنا متميزة. نقف عند هذا التقرير لنتعرف على هذه الشخصية. في مصر والولايات المتحدة الأمريكية تلقى تعليمه العالي في الإعلام وصناعة السينما. مواهبه سابقت دراساته ومثابرته صنعت تاريخه المليء بالأحداث والإنجازات الإعلامية والاقتصادية. سباقاً في اقتناص الأفكار ومبدعاً بصياغتها بألوان مدهشة للمشاهد والمستمع والمراقب، يمقت الرتابة ولا يستسيغ المياه الراكدة فيلقي دائماً بها الأحجار. متقد في تفكيره، جريء في طرحه، يثير الجدل من حوله حين يتحدث أو يفعل، وهو لا يقبل الانكسار. سعت إليه المسؤوليات ولم يسعى إليها منذ أنهى دراسته الجامعية في مطلع الستينيات. تدرج حتى أصبح وزيراً للإعلام في بلاده، ولم تكن الوظيفة مبلغ همه بقدر ما اهتم بالأداء. ليس عندنا الأموال الكافية لتمويل مشاريع إعلامية وغيرها. صاحب رأي وموقف ولم تثنه العقبات عن قبول التحديات، عاصر وعانق أمجاد الإعلام في وطنه الكويت، واتسعت دوائره إلى المحيط الخليجي والعربي، واقتحم العالمية بأعماله السينمائية الجريئة والكبيرة يدا بيد مع نجوم عصره من العرب والأجانب، وتحققت لآماله وأعماله النجاحات. عضو دائم في نادي المتميزين ومثابر في التحريض على الإبداع والإبهار والابتكار. الإعلامي الكويتي الكبير محمد ناصر السنعوسي. من أصلنا وجذورنا من نجد، من شقرة. احنا طال عمرك من قبيلة شمر، من فخذ الأسلم. شقرة محافظة كبيرة يتبعها قرى وبلدان صغيرة، واحنا وهلي وأجدادي أتوا من بلد صغير ولكنه معروف ومشهور، وتاريخ
هذه البلد وهي أثيثيا أو يعني لها عدة أسماء، لكن أثيثيا هي التسمية الصحيحة. هذه القرية بدأت ما قبل الرسالة المحمدية من أيام الجاهلية، وأعتقد أنه جميل أن أعرفكم على أثيثيا من خلال هذا الفيلم القصير. أثيثيا التاريخ والراوي يقوله، ديرة جرير ونبضة العرق وخلايا، مشيتها والعقل مشغلني ذهوله، في بيوتها اللي طينها يسأل بقايا. قصة تحكى لتاريخ يضرب في أعماق الزمن، إنها أثيثيا البلدة الأثرية القديمة جدا، تنطق بضم أوله وفتح ثانيه، وياء ساكنة وفاء مكسورة وياء خفيفة تصغير أثفية القدر، وتسميها العوام أثيثيا. ارتبط إنسان اليوم بعالم إنسان الأمس، على الرغم من تفاوت مدى ذلك الارتباط قربا أو بعدا، قوة أو ضعفا، حتى أصبح الإنسان اليوم يحس بشوق إلى الماضي المجهول ليعرف كنها. عرفت أثيثيا قبل الإسلام، فقد كانت لبني كليب بن يربوع من تميم، ومن المعلوم تاريخيا أن قبائل بني تميم سكنت منطقة نجد قبل الإسلام بزمن بعيد، وهي في الغالب قبائل متحضرة سكنت المدن والقرى قبل ظهور الإسلام. تقع أثيثيا في الجهة الجنوبية الغربية من إقليم الوشم، في قلب نجد في المملكة العربية السعودية، وهي إلى اليسار من خط الحجاز القديم المتجه إلى مدينة شقرة، وتبعد عنها 25 كيلومتر، وتبعد عن مدينة الرياض 170 كيلومتر، وهي تابعة إدارية لمركز مرات التابع لإمارة منطقة الرياض. وتشتهر البلدة بزراعة النخيل وإنتاج القمح وتربية الماشية. تفضل الله يحييك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتجهنا إلى منزل الشيخ عبد الرحمن بن درافيس التميمي، وكعادة العرب عموما عادت أهالي البلدة الكرم والطيب وحفاوة الاستقبال، عذق التمر والقهوة وبشاشة الوجوه والأحاديث الطيبة، إنها في مجملها كرم الضيافة. هي مرتبطة بمرات، لأن مرات كانت قديمة من على بداية الملك عبد العزيز، كانت هي المركز في الوشم، كانت مركز كبير، فكانت القرى اللي هي ثرمدة وأثيثيا تتبع مرات، لأنها كانت فعلا مركز من مراكز الملك عبد العزيز، كان ينزل فيها
في ذهابه وإيابه، وكان فيها البرقية وفيها، فارتبطت بمرات، وتبعد عن الرياض في حدود 180 كيلو إلى 190 تقريبا من وسط المدينة. أول كان أمارتها الناس قال لهم الرجيء والمرعي من العاصم من قحطان، هذولا في القصية، وذولا في الركية، شفت ذبح جدنا في الخرق جقر، هجوا عياله وجوا ونزلوا وثيثية. في هذه البلدة الجميلة الوادعة بين أحضان الأثاث الشامخة شموخ الأهرامات، ولد الشاعر جرير بن عطية الخطفي، وهو من فحول الشعراء العرب، برز بروزا كبيرا في الهجاء، ولكنه مع ذلك شاعر بليغ ذو عفة ودين وحسن خلق ورقة طبع وجودة متناهية في الغزل والنسيب. وقد توفي جرير عام 114 للهجرة تقريبا، ويعتقد أنه قبر في بلدة أثيثية. ولجرير حفيد اسمه عمارة بن عقيل ابن بلال بن جرير، يعتبر شاعرا فحلا من كبار الشعراء العرب في عصر الإسلام، له ديوان مشهور، كان عالما بأيام العرب وأشعارها. سكن عمارة بن جرير في بلدة أثيفية، وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة الفصحى عنه. وتوفي عمارة في العراق عام 239 للهجرة. لكن شهرتها من الجاهلية، وأكثر ما يعني سجل لها اللي هو جرير، لأنه كان شاعر قوي، وكان الفرزدق في العراق، وكان يذم بني تميم اللي هم قبيلة جرير، فاستشاطوا على أساس أنه ينتقل هو إلى العراق ليصل صوته إلى الخليفة وإلى غيره، لأنه في ذا حتى لو تكلم ما ينقل عنه شعر ولا ينقل عنه شيء. فراح، ولما وصل بدأ عن طريق الحجاج بن يوسف، لأنه كان أمير من أمراء عبد الملك بن مروان، فبدأ، فلما وجد الحجاج عنده الرجل قدرة وعنده كذا وصله إلى الخليفة، فأعجب به الخليفة، فكان ينتمي إلى الخليفة كأصل، حتى إنه لما إنه مع الشعراء يعني وصل إلى يعني حد من الهجة ومن الكذا، يعني قال هذا ابن عمي في العراق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. فزعل منها عبد الملك بن مروان، قال حطني خادم له، والله لو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقتكم وراءه. فهذه من الشواهد على قدم البلد تاريخيا. وكانت بلدة أثيثية ملاذا للشاعر المعروف حميدان الشويعر. حميدان جاي من القصب وزبنوه راح لشقرة وراح للوشيزر وراح للقراين وراح لثرمدة، ما حد زبنه، قالوا تعال ادخل وزبنوه. هم يقول زبنت لأولاد العزاء عيز ديرة اللي هم في عالي وادي تميم فروع، ما ادري مزبنين وزامنين. والثاني هم يقول حضرت لهم بعفقة القور وقعة بهالطرحة مثل الهشيم توان، ألا يا رجال من تميم تفقهوا وصيت من وهو بالصداقة بان، حسبت لهم 60 سيف معلق والداثر عند المول مات اسنان، وما هي ظهر باطل كريمة بن زامل سنة الوشم راعي سفرة بوجفان. يوجد في أثيثية الكثير من الآثار المطمورة تحت الأتربة، ومن أهمها الآبار والعيون وقنوات قديمة جدا. كما يوجد في البلدة آبار مشهورة مثل بئر العذيب
وبئر عسيلة في جنوب البلدة القديمة، وهي آبار جاهلية قديمة. أثيثيا بلد أثرية لا شك، لها عدة منازل قديمة وجديدة. يحكون القدامى بأنها انتقلت من موقع إلى آخر بسبب السيول وبسبب هذا، فكان لها يمكن أكثر من 3 أو 4 منازل. لها آثار على الجبال، مباني فوق الجبال، الخليف وما الخليف، وهذه كلها فيها مباني أثرية لا زالت آثارها قائمة. تلقى تجد فيها الأبراج، تجد فيها أسوار من حجارة، يقال عنها بأنها فعلا كانت هذه آثار قديمة مطمورة تحت الأرض، فيها آثار لا زالت باقية الآثار، ظاهرة أسوار وما أسوار وأبراج قائمة لحتى الآن، لكنها يعني ما يعرف متى أنشأت، ولا جاهلية تعتبر بحد ذاتها. ويوجد أيضا في هذه البلدة العديد من القور، مفردها قارة، منها كبيرة الحجم وصغيرة الحجم، ومن أشهرها قارة أبي الطير، وأخرى تسمى عوانة. وتقع هاتان القارتان في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة، وقد شوهد في أعلى قارة أبي الطير 50 محرابا، وجميعها متجهة إلى القبلة. سبب تسمية أثيثيا، تحيط بها جبال، سبحان الله العظيم، كأنها مركز، شايف الله أوجد الجبال، يعني الجبال أرساها لا شك، فهي موجود فيها مجموعة من الجبال، سبحان الله العظيم، كأنها مركز من مراكز سبحان الله الكرة الأرضية من كثر جبالها. فالبلد يحيط بها 3 جبال، فصارت كأنها سبحان الله العظيم مناصب القدور، 3 جبال أثافي. فالأثافي ذي سموها ذات الأثافي، لأن الجبال عبارة عن مناصب، فصارت البلد في وسطها كأنها نار، كأن البلد نار والجبال ذي مناصب. فكما استشهدت ببيت جرير: وإن تحضروا ذات الأثافي فإنكم ذات الأثافي، فبها أحد الأيام عضو المصائب، فسموها أثيفية، فهذا اسمها الأصلي، ثم استبدل الفاء ثاء، فصاروا الناس يقولون أثيفية بالثاء، بينما هي أثيفية أو ذات الأثافي. منظر القرية من جهة الجنوب، عدد من الأكمات اللي هي القور، ويذكر هذه قارة اللي هي أبا الطير، وكذلك قارة عوانة، وجزء من النخيل والأبار القديمة للقرية من جهة الجنوب. منزل الشيخ عبد الرحمن السويدان رحمه الله واجهة للقرية، طبعا مقدمة هذه القرية منزل من جهة الجنوب الشيخ عبد الله الدريفيس رحمه الله التميمي، ومنزل سعود الدريفيس التميمي رحمه الله بجواره، هم أشقاء. ومدخل للقرية، ولكن هذا مو بالمدخل القديم، مدخل القرية القديم كان يوجد سور حتى ناحية المقصورة هذه، وهذا مدخل القرية كان له بوابة في طبعا قديم، وأزيلت بعد الحمد لله الأمن في العهد السعودي، جزء من المنازل القديمة ومداخلها من عند اللي هو المجلس، يسمى المجلس، يجلس فيه بعد كل صلاة للحديث والبيع أو الشراء أو غير ذلك. المحاريب، يوجد محاريب على اللي هي القارة اللي يسمى قارة أبا الطير، عدة محاريب على سطح اللي القارة المسمى قارة أبا الطير، أكثر من 50 محراب تقريبا، سطحها مستوي. من يريد الصعود لهذه القارة من جهة الجنوب يكون أسهل، يشاهد القرية عامة والمزارع والنخيل. تاريخها قديم جدا لا يعرف تقريبه، ولكن يقدر أنه من أكثر من 500 سنة هذه المحاريب عملت على سطح هذه القارة. اتجهنا يسارا بمحاذاة قارة أبي الطير يمينا، حتى وصلنا مكانا غاية في الجمال، إنها عين الحليفة الزلت، وشارتها المرقاب الذي استوقفنا عندما رأيناه من بعيد، والموجود في أعلى الوادي، مكان تستمتع بالجلوس فيه، وذلك بما يتمتع به الوادي من الجو البارد نسبيا والجلسة الهادئة، لا تسمع فيها إلا أصوات الطيور، وبجوارك شجرة التين وشجرة الزيتون،
وإلى جانبها سيدة الأشجار النخلة، بالإضافة إلى نبات الحلفة الذي يحيط بالعين. وهكذا صنعت عوامل التعرية تشكيلا صخريا غريبا، فنحتت الصخور وجعلت منها أشكالا تستوقفك لرؤيتها والتأمل في أشكالها. الجلتة هذه مخر للسيول المتجمعة من فوق وتجتمع في هذه، وكانت هذه مملوكة لحميدان الشويعر، ومن جماعة ناس ثانيين عيال عم الله شوعر حاطين فيها مزرعة نخيل، و يعني مبنى فوق يسكنون فيه ويشوفون يشرفون على نخلهم لا يوكل أو لا يجيها غنم أو حلال يأكل من تمره وينصغر. السيل هذا يحول إلى مزرعة السويدان فيها نخل وفيها بئر، وضعوا فيها سد يجمع المياه. هذا سد مو بسيط، يأخذ آلاف الأمتار المكعبة ويمول الآبار، يعني تقعد الآبار فيها مياه طول السنة، يعني ما تقضي ماها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وفي عهد الإمام فيصل بن تركي آل سعود أنشئ جامع مدينة أثيثية، وظل شامخا لعقود طويلة من الزمن بمنارته الطويلة، وقد برز فن العمارة في تلك الحقبة من الزمن، حيث كان يعتبر منارة علم وإشعاع، تلقى فيه العديد من العلماء دروسهم في جزء منه يسمى المديرسة، التي تم افتتاحها كمدرسة نظامية عام 1374 للهجرة. كنا ندرس فيها حديث القرآن، درسنا الشيخ محمد العنقري الله يرحمه وتوفى. وبعدين المدرسة مفروشة برمل، ونجيب لنا حطب وبانين فيها وسطها وجار نشب فيه علشان لجان البرد. يوم من الأيام جانا مفتش من وزارة المعارف، يوم كانت وكالة تعليم أو كذا أقل من الوزارة، برئاسة عبد العزيز للشيخ الله يرحمه، أرسلوا الشيخ مفتش من الوزارة اسمه ناصر المنقور، والرجال جانا في بشت وبر ورجال تخين، ودور محل يجلس فيه، يبي كرسي ما في كرسي، يبي مقعد طوال الجدار يتسند على الجدار ما في، كل الطلاب مالين الجدران، ويدور في هذا على هذا ويقعد قبالي أنا ويضغط علي أنا وأنا وراه، غطاني وغطى كل شيء. وبعدين كل من تحرك من هذا قام التراب ذا والرماد يعجعج، جاء الرجال وكتب لنا عاد كتب ما ادري وش كتب، وطلعنا من المدرسة واستاجر بيت خلف المسجد وسكننا فيه. بعدين يقع الجامع في شرق البلدة القديمة، وهو مبني من الطين ومسقوف بالأثل وجريد النخل، ويقام على العديد من الأعمدة الاسطوانية الشكل المكسوة بالجص، يزينها أقواس مدببة الرأس، وبه مكان يصلى به شتاء يطلق عليه اسم الخلوة. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز تبرع رحمه الله بإنشاء خزان للمياه، لا يزال قائما إلى الآن،
كان العمود الفقري لضخ المياه. وفي فصل الربيع تزدحم ريضان البلدة بالزائرين لجمال أرضها وبرودة جوها، وخاصة في روضة أبو سمري وروضة مليحة. تحوي أثيثية كنوزا ثمينة من الآثار منذ آلاف السنين وفي عصر الإسلام أيضا، لأن هذه البلدة لا تزال بكرا لعدم البحث عن آثارها وتاريخها، ولا تزال مطمورة تحت الأتربة والصخور والرمال تنظر بلهفة من يزيلها عنها لكي ترى الشمس ولا يراها الناس. والآن تتحدث أو أنت الآن قاعد تلاحظ تستعيد هذه الصور وهذه الذكريات وتتحدث عن أركان البيت، البيت الذي تشكلتم به، وأعني من جهة الأب ومن جهة الأم. أول شيء يا سيدي، نحن محظوظين جدا، اهتمام أخوي أحمد من فترة سابقة في تقصي الحقائق بالوثائق وبالمواقع وبالصور وبالأحداث، استطاع أن يجمع كم لا بأس فيه لنتعرف على تاريخ هذه الأسرة وعلاقتها بالآخرين. وهذا شيء يفرح أن يكون عند الإنسان كم من الوثائق عن أسرته وهله. يعني قليل جدا من يعرف جد جده ولا أبو جده ولا شيء من هذا القبيل. إحنا لا، من خلال هذه الوثائق، هذه الوثائق الذي وجدناها، بعض هذه الرسائل من 300 سنة و200 سنة، وأقل واحدة زمنا هي 90 سنة. من خلال هذه، يعني كانت بين الأهل، بين الأهل يكتبون إلى ابن هديب بالرياض، ويكتبون إلى السويدان، ويكتبون إلى فلان، وبالعكس. هذه الرسائل تعرفك أولا بأسماء الأسرة، العائلة في ذاك الوقت. نعم، كان يذكر فيها الاسم، يذكر يعني الاسم ياكم فلان وغيرها. الشيء الآخر، تعرف الحياة كيف يعيشون في هذاك الوقت. يعني ما كان في عملة يدلك على أن ما يتعاملون بالعملة، كانوا يتعاملون بالمقايضة. بالنسبة إلى المقايضات موجودة في هذه الرسائل، أرسلنا لكم التمر الفلاني والنخلة الفلانية والقرض الفلاني وهكذا، والأسماء. هذا كله موجود في هذه الوثائق وهذه الرسائل، حافظنا عليها وهي موجودة وانتم شاهدتوها. الشيء الآخر، الصور الفوتوغرافية. ذهبنا من في السابق وصورنا حتى البيت القديم والناس اللي يعرفون أجدادنا وهنا. نعم، طلعوا وحيونا وقعدنا وياهم منذ سنوات وإحنا نتردد. نعم، لهذه الجذور ولهذه القرية. الوالدة، أما من جانب الوالدة، فجدي أبو والدتي اسمه عبد الله عجيل العجيل العسكر البدر. العسكر، عائلة العسكر أسرة كبيرة جدا في نجد ومعروفة، وهم عنوز،
وهي من الجلاس، يقال لهم الجلاس. وفي نفس الوقت يعتبرونهم أمراء المجمعة في سدير. لذلك العائلة معروفة جدا، عبد الله العجيل معروف في الكويت منذ زمن، اسأل عنا العجمان يعرفونه زين لأنه قدم لهم خدمات جليلة، بالذات العجمان في الكويت يقدرونه ويعرفونه. وأسرتي وهي أسرة كبيرة، وأخوه هو العم المرحوم ضاحي عجيل العجيل العسكر، اللي أولاده ما شاء الله الآن ماسكين مناصب عديدة في البلد، وهو كذلك شخصية معروفة. من خلال أسرتنا وأسرة الوالدة نكون ما شاء الله قبيلة كاملة، عددها كثير وإحنا كثيرين، والحمد لله نعيش بسعادة الحمد تعمل. لله نتكلم الآن عن يعني خلينا نقول موطن الصبا أو الطفولة قبلها، وأتحدث بالكويت. نعم. وأتحدث عن منطقة الصالحية، يعني هذه المنطقة وهذا الحي الجميل. نعم. من أحياء المدينة الكويت القديمة. الآن لابد عمبو طارق أنت يعني تلتقط بعض الذكريات هنا وهنا من خلال عبورك الآن يمكن لواقعها الآن. نعم. لابد أن في بعض الزوايا هنا ذكرى وهنا لقاء وهنا، كيف تستحضر لنا الصالحية؟ حي الصالحية هو من أجمل وأريح الأحياء في الكويت قاطبة. ليش؟ لأن بدأت الكويت على ساحل البحر، كل البيوت على ساحل البحر، وكانت معروف في ذاك الوقت البيوت الشوارع ضيقة جدا، البيوت صغيرة مترصين لكن الصالحية بدأت في شوارع واسعة، في بيوت كبيرة للأسر والأهالي. أبناء الصالحية نخبة من المجتمع الكويتي، وفي نفس الوقت هم بطبيعتهم محبين إلى الحداثة، ولا يواكبون العصر. وفي نفس الوقت لا زالت علاقاتهم أبناء الصالحية موجودة لحد الآن. يعني لو تجي ديوانيتنا اللي هي هنا في السرة الآن كانت في الشامية، حتجد أبناء الصالحية يتواجدون عندنا في الديوانية، حتجد أبناء الصالحية يتواجدون في أماكن معينة كلهم مع بعض، فعندهم ترابط وعندهم وفاء وإخلاص جميل جدا. الصالحية بيتنا تماما في موقع بنك التسليف الحالي اللي جنب مجلس الأمة. هذا بيت السنعوسي. هذا البيت اللي ترعرعنا فيه اللي عشنا، هذا هو أتذكره تماما. طبعا في موقع مثالي، يعني براحة ضخمة جدا، هي اللي أمام نايف. نايف على اليمين،
المقبرة الجديدة على الشمال، يحدنا السور والقمارق في جهة أخرى، في براح وهكذا. فالصالحية نموذج للأحياء الكويتية النموذجية. طبعا أنا قبل شوي كان لنا جولة مع حضرتك داخل المكتب، ولفت نظري شهادة أنت وضعتها في أعلى سلم الشهادات، وكانت من دائرة المعارف. ويعني واضح أستاذ محمد أنك تعتز بها كثيرا. طبعا الدراسة هي وهذه المرحلة هي الانطلاقة. أنت عشان تروح الجامعة وتكون دراساتك عليا وتهتم في العلم والمعرفة، لابد من أنك يا الثانوية يا الكلية الصناعية في وقتها، نحن نتحدث الآن في الخمسينات. فأنا تخرجت من الكلية الصناعية في نهاية الخمسين وواصلت دراساتي، لكن هذه لها لأنها شهادة التخرج من الكلية الصناعية هي أساس، وأعتز وأفتخر فيها. يعني لو ما درست في الكلية الصناعية أو بثانوية الكويت مثل الآخرين، لما كان عندي هذا الطموح للعلم والمعرفة، ولهذا أعتز فيها فعلا وحطيتها فوق تحتها كم هائل من الشهادات من أمريكا وإنجلترا ومن جهات أخرى ومن مصر وغيرها، وشهادات تقدير ولكن تفضل هذه لها نكهة. هذه رسالتها جميلة حلوة عن بطارق إلى الشباب، اللي يمكن البعض في بداية خلينا نقول عن تحصيل العلمي ربما لا يلتفت إلى هذه التفاصيل الجميلة. الآن الشباب أنت قاعد تلاحظهم، ومنهم أيضا أبنائك وأحفادك عندما تجلس معهم في هذا الجو الاجتماعي والعائلي، كيف يكون مركزك معهم؟ يعني هناك من يفضل أن يكون دائما هو مركز القطب في العائلة، ولكن واضح إن هناك نوع من الأريحية والديمقراطية بينك وبينهم. تتوقف على الإنسان نفسه، على الشخص، على تربيته، على أسلوبه، على الوصل بالعائلة والأسرة. في ناس ما تشوفها ليها ولا تزورهم إلا بالسنحسنة. أنا لا منتشر تماما وأزور والحمد لله، وهذه أحد النعم من نعم رب العالمين، إنه يخلق في الإنسان هذا الشعور والإحساس تجاه أهله وأسرته، وأن يشوفهم دايما أو يجمعهم دايما أو يدعيهم باستمرار. أنا من هذا الله ألهمني وأكرمني بهذه الميزة والحمد لله. ولذلك ما في أجمل وأروع من الوصل مع الأسرة مع العائلة مع الصغير والكبير. يجدوك في كل وقت، وهذا هو سواء يستشيروك أو يسألوك المساعدة أو أي شيء آخر. أعتقد هذه نعمة من رب العالمين، وأحساس وشعور جميل أنك أنت تحس وتعرف بأنك إنسان واصل لأسرتك. أنا لاحظت قبل شوي العنب طارق قبل التصوير كنت تتابع حفيدكم خالد. نعم. وأجد أنه هو يأخذك من مكان إلى آخر. يأمرني هذا. يأمرك. هل تعتقد أنه بالفعل هذا هو زمانهم الآن أصبح؟ هو زمان الجميع، ليس زمان فئة محدودة على فئة أخرى. الكل يساهم والكل هو في وعاء هذا مستقبل الكويت. لكن في العمر هذا في سني، وهذا معروف عند كبار السن، يكون عنده شيء من المتعة الخاصة الشخصية في مداعبة أحد أحفاده.
يمكن هذا الجانب الآخر احنا شفناه عند الأستاذ محمد ناصر السنوسي. عموما أبو طارق احنا نتوقف ونرى معك هذه الرسالة. بروح يا أحمد النادي. روح بعدين مو فاضي لك. صدقيني والله خوش عرس. يمه بروح مع أحمد النادي اليوم. يمه ألف مرة قلت لا تقاطعني وأنا أتكلم بالتليفون. مريم أنا بروح يا أحمد النادي. ترى أنت أديت بحنتك. نوال نوال أبي أروح مع أحمد النادي. الدراسات العلمية تقول إن شعور الطفل بالغربة في بيته في سن مبكر سبب رئيسي لإدمان المخدرات في وقت لاحق. هذا ابنكم، افتحوا قلبكم للحوار، تحموه من الأخطار. احنا طبعا الآن نكمل الحوار معك. نعم. أستاذ محمد، قبل ما نكمل الحديث لفت نظري هذه الأيقونات الجميلة مع هذا البيانو، لابد أن لها ذكرى أيضا معينة. طبعا بدون شك، يعني هذه مقتنيات أنا حريص عليها. هذه المجموعة لفنان مشهور معروف في رومانيا، نسيت اسمه والله، عندي أوراقه، يعمل في النحاس، فيشكل تشكيلات من النحاس بهذا الشكل اللي تشوفه، فيها أناقة، فيها شموخ، يعني الحصان بهالجموح اللي فيه، الرشاقة هؤلاء النسوة، باليه الباليه والأزياء أيضا ما أعرف، يعني تفسيراتها عديدة وكثيرة. كثيرة. ولكن أنا ظهرتم بترخيص من وزارة الثقافة لأنهم حريصين على أن إنتاج هذا الفنان يكون في رومانيا، لكن الله وفقني وطلعتم. أما البيانو فهذا بيانو تاريخي أثري، هذا صناعة ألمانية قديم منذ الثلاثينات، عزف عليه كبار الموسيقيين المعروفين المشهورين، ولذلك أنا كذلك محظوظ بأن أقتني هذا البيانو. حلو، يعني هذه المقتنيات الجميلة دائما تعبر عن حس الإنسان نفسه، الحمد لله، ميوله للإبداع بدون شك وتذوق. يعني إيه، أنا متوقع أنتوا بالإعلام تتذوقون للثقافة، للأدب، للفن. الإعلام هو يجمع كل هذه الصفات في شخصية الإنسان نفسه وقدرته على أن يواصل بالبحث وكل الأمور ليكون متذوق. فأنا أتوقع كلكم إن شاء الله تحبون كل شيء جميل إن شاء الله. على ذكر الإعلام طبعا أستاذ محمد، يعني أنت لك إسهامات كثيرة في طبعا تأسيس الجهاز الإعلامي الكويتي ومؤسسات إعلامية كثيرة سواء في الكويت برا الكويت وأيضا عالميا. نعم. وطبعا الحمد لله يعني هذه الإنجازات هي واضحة للعيان، وطبعا حتى يدركها كل إنسان سواء كان عليم بالشأن الإعلامي أو حتى لو كان إنسان مطلع. نعم. يعني من مسافة، والتكريم الذي يعني الحمد لله يعني أنتم تستحقونه في عدد من الدول العربية. كيف تصف لنا هذه اللحظات يعني اللي أنت تكرم على هذه المسيرة؟ بدون شك أنه أجمل لحظات الإنسان أن يجد كلمة الوفاء والشكر والتقدير على جهد وعمل قام فيه. أنا بالنسبة لي أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان طموح وكل إنسان جاد وعصامي ويعمل بجد وبشكل إيجابي، ويبرز عمله وأداءه وشغله وعمله حتى من أجل الخير للناس جميعا. فلما أكرم طيلة هذه السنوات، الحقيقة يعني بمنتهى البساطة لقد كرمني الله وألهمني بالتميز في عملي. فلما أنت تجيد هذا العمل ويبرز ويكون غير تقليدي وعادي في شيء من الإبداع، في شيء من التفكير السليم الإيجابي، بدون شك كل الدول وكل الناس تحب تقدرك وتبعث لك
كلمة أو هدية أو جائزة فيها شيء من التقدير. نعم. يعني من سنة 2010 كرمت في مصر وسوريا في مهرجان ضخم جدا وهو مهرجان السينما ومهرجان التلفزيون في مصر. نعم. سنة 2012 كرمت من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الملتقى الإعلامي مع نخبة من العرب في جائزة الإعلام الأول. والسخونة التي ألهبت لقاءاته المثيرة سبر أغواراً كانت محرمة في عصر لم يجرب رائحة الربيع بعد، معتمداً على كاريزما خاصة وحصاده الذي يشيخ لا يشيخ عن حب الناس، الإعلامي والكاتب ووزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي. وختامها كان مسك كذلك عندما كرمت في دبي من قبل نادي الصحافة ومن قبل نخبة من الإعلاميين لاختيار رجل الإعلام العربي لهذا العام، ويقدم لك باعتزاز وبجمع جميل من كل الوطن العربي بحدود 2000 زائر لهذا الموقع أن تكون أنت الشيخ، يقدم لك الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم هذه الجائزة بهذا الجمع الكبير من الناس وكلهم متخصصين وإعلاميين. أعتقد هذا شيء يعتز فيه الإنسان بكونه كويتي. والآن So after the two eminent media professionals, I now call to the stage the able media personality, Mr. Mohammed Elsanoussi, to receive the Media Personality of the Year Award. هذه الجوائز وهذه التكريم يعني طبعا متنوع في هذه الدول، وعسى الله يعطيك الصحه والعافيه العم طارق، لابد انه ايضا يخلق لديك العديد من خلينا نقول التفاعل معها من خلال الافكار الجديده، من خلال احتضانك للشباب، من خلال النصائح اللي تقدمها لهم، لابد ان هذا دائما يعزز لديك هذا الشعور المتواصل. شعوري في عملي مقدس وجد، كل ما أعمل، كل نجاحاتي أو أفكاري أو مبادراتي أخذها مأخذ الجد، وفي نفس الوقت يكون حوالي أو أخلق حوالي مجموعة تتبنى وتعمل وتشتغل لتشاركني أفكاري، لتشاركني أعمالي، لأني دائما أشعر بأنني أستطيع أن أقدم أفكار جديدة، مبادرات مبتكرة. إذن أنا في بلد يحتاج إلى هذه المبادرات، إلى هذه الأفكار، إلى أن تساهم وتعمل في أي موقع في أي مكان. فالإعلام على فكرة يخلق من الإنسان المحب للإعلام الإبداع والابتكار دائما، ولذلك يعني هذا من كرم رب العالمين. الحمد لله. طبعا المهرجانات كثيره حضرتها جداً استاذ محمد، جداً طبعا جداً كل المهرجانات، كل المهرجانات العربيه والاجنبيه طبعا، سواء في لجنه التحكيم او كنت رئيسا للجنه التحكيم عده مرات. اي نعم. كنت عضو في لجان التحكيم عده مرات في دول متعدده، واذكر تونس على سبيل المثل. لان ليش يعجبني المهرجان في تونس؟ لانهم يعني تونسه تعلموا الذوق والتنظيم الجيد. يعني يحز بنفسي مثلا أنا أروح مصر، وأنا أروح مصر منذ 60 في مهرجانات، ألقى في زخم وفي شيء جميل أن يكون، لأن هي مصر هي أم الدنيا، هي أهل الفن والثقافة والمعرفة وهكذا، و
ولكن يطغى عليها الفوضى. تجد في المهرجان الفوضى في الترتيب، في التنظيم، في فوضى الحاضرين، في فوضى الإعلاميين، المصورين، الصحفيين. ما في ذاك التنظيم السليم اللي أراه سواء في الكويت أو في تونس أو في، يعني أنا في مؤتمر قرطبة أو في دبي أو الإمارات، غير موجود في مصر. فحرام من كل اللي يبذلون الجهد في هذا المهرجان يضيع عليهم فوضى الناس الحاضرين. للأسف الشديد يعني المهرجان، وأي مهرجان لما تقيم دولة مهرجان ليس معناه أن نحتفل في المناسبة ذاتها، يعني سينما يعني السينما، لا. المهرجان هو ترويج اقتصادي وسياحي، صحيح، دعم هو البلد. نعم، ترويج البلد كلها. فلذلك الثمن جميل وكبير ومبادئ قوية بأن أنت تجمع كل أهل الفن ومحبين الفن والسينما اللي هي كل في كل بيت، والتلفزيون وهو في كل بيت، ونجومة ومحبوبين هؤلاء الناس، لكن يستقل بالفكر أن يروج لهذه البلد المقام فيها، أن ينفع البلد بشكل هو يحرك الاقتصاد. الاقتصاد السوق. يعني لما أنا أتذكر المهرجان تلفزيون الكويت بداية الثمانينات، هذا كان أو كان منتصف الثمانينات، بداية الثمانين، واستمر ثلاث مرات. نعم. إلى أن دعاة البؤس في الكويت أوقفوه. الآن أوقفوه غيرة وحسد، لأن العقول مالتهم عقول متجمدة، عقول لا تنظر إلى البعد. ولم ينظروا، يعني أنا أذكر أحد الصاقة يوني فنانين من مصر وفنانات، وقالوا لي نبي نروح نشتري ذهب من الكويت، لأن الذهب في الكويت مشهور برخصة وجمالة والعيار 24. حطيتهم في سيارة باص وراحوا سوق الذهب. سوق الذهب اشتغل شغل في ذاك اليوم فقط، لا يعي الناس. لما نشوف مجموعة من الزائرين اللي جايين في المهرجانات، النشاط الثقافي الاجتماعي، الكونفرنسز، الترويج، المؤتمرات، نحن بأمس الحاجة لها. الكويت كانت زمان هكذا، الآن لا. الكويت الآن انكبت على نفسها، وأصبح العمل والشغل محدود والنشاط محدود والأوتيلات خالية. هذا كله له أسباب، إنما لما يكون عندك حكومة قادرة وقوية ولها مخطط واستراتيجية معينة، وتقول بكل بساطة لا يهمني، بشجاعة لا يهمني ما أسمع من هذا وذاك، هذا برنامج ينفذ، هني الكويت تنهض. تنهض بعقول الحكماء، بعقول المستشارين، بعقول العقليات، وليس بعقليات تشريفية لها مكانة اجتماعية فقط، لا، بالعقول، العقول التي تكلف بها، العقول، كل شيء. نحن بحاجة إلى عقل، والعقل هو المتخصص، هو القادر أن يبدع. نحن محتاجين للإبداع في كل مجال، والعقول، في كل شغل. والعقول الكويتية الحمد لله موجودة ومتوفرة لا أنا لا مش في كل مجال، هناك مجالات عديدة نحن نحتاج عقلا أفضل وأحسن من الكويتي، ليجعل الكويتي يتعلم من هذا. وأن الإبداع والابتكار متطور في دول عديدة، نحن لم نصل إلى هذا. عندنا ناس، والله إحنا ما سألنا الآن قانونيا، نبي قانوني، نبي مستشار في مجالات، نحن بالكويت موجودة هذه العناصر، لكن لما يأتي الأمر إلى الإبداع، لما يأتي الأمر إلى شيء الجديد، لما يأتي الأمر إلى شيء عريق بفهم المستقبل، شلون نخلقه وشلون نسويه، شلون نجلس ونتسمر على الكراسي وإحنا نرى إبهار، هذا غير موجود. كل الحين اللي نعمله واللي تميزنا فيه طلبت الروضة أو طلبت الابتدائي ينعجزون على المسرح ونسميه أوبريت، فرحانين في شيء اسمه أوبريت،
خلاص شبعنا بالأوبريت، ما في شيء ثاني في الدنيا. لازم ابهر الكويت في جماليات الدنيا كلها، اجعل الكويت منارة، اجعل الكويت تقري الكل أن يأتي ويزورك ويقعد عندك ويشوف ماذا عمل الكويتيين. طبعا العم بطارق دائما تعودنا صراحة على صراحتك في طرح العديد من المواضيع، هذا واجب. احنا ناخذ هذا هذه الرسالة ونكمل بعدها الرسالة. الرسالة من هنا إلى هنا، إلى هنا، إلى هنا، إلى هنا. قل لا للمخدرات من البداية حتى لا تصل بك إلى النهاية. عودة ثانية لك عزيزنا المشاهد، ونكمل الحوار مع الأستاذ محمد ناصر السنعوسي. طبعا بطارق الآن مثل ما احنا تكلمنا قبل شوي في اللقاء وتحدثنا في أمور كثيرة، نعود ثانية إلى الإعلام، والإعلام طبعا هو اللي خلينا نقول الذي المجال اللي أخذ طبعا الحيز الأكبر في حياتكم. وأنا ذكرت في مقدمة البرنامج في هذه الحلقة عن دوره، لكون هناك في إنسان مرسل وهناك متلقي وهناك سياق اجتماعي سياسي إعلامي اقتصادي ما من خلاله يخاطب هذا المرسل المتلقي عبر خطاب معين من خلال رسائل السنعوسي والبرامج التي قدمتها في الإعلام الكويتي. كانت هناك رسائل تحاول من خلالها صح تركز على دور وواجبات المواطن والمقيم صح، ومن خلال تأصيل لدور الإعلام في هذه المسألة. كلامك سليم. يعني أنا تخصصت لما رحت أكمل دراستي في أمريكا، كانت دراساتي كلها في وسائل الإعلام واستخدام وسائل الإعلام وفي instructional technology in education، في تسخير وسائل الإعلام من أجل الثقافة. هذه كانت تخصصي وهذا كان معرفتي في الموضوع. فأنا جيت لعملي الموجود في الكويت وهو تلفزيون الكويت. نعم. وكان في ذهني أن مجتمعي مجتمع خير وطيب، ولكن عنده من الأخطاء العديدة الكثيرة من سلوكيات وأخلاقيات في داخل المجتمع، وهذه السلبيات لابد أن يكون هناك إعلام مفيد يوعي ويثقف الناس لمستقبل أفضل لهذه البلد. ليس فقط في الواجب في العمل والإنتاج والجدية والسلوك الحسن واحترام القانون، بل حتى في النظافة، في قضايا وسلوكيات عديدة. يعني الكويت كلها تعرف الآن رسائل برنامج رسالة والسنعوسي لسنوات طويلة. فيه السيد محمد صقر المعشرشي مدير البلدية كان عنده كلمة ليشاركنا في هذه الحلقة، فتفضلوا نسمع كلمة البلدية من السيد المعشرشي. في بداية ردي على ما قال الأخ محمد السنعوسي في الأسبوع الماضي في برنامج رسالة، أولا أود أن أهنئ الأخ محمد لنجاح الذي حققه برنامج رسالة، والذي حسب ما أعرف أنه لم أعرف برنامج حظي باهتمام الجمهور مثل ما حظي هذا البرنامج. وأنا أيضا سعيد بأن تحظى البلدية على هذا القدر من الاهتمام في هذا البرنامج أو في المواضيع التي طرحها البرنامج، لأن في هذا دليل على أن البلدية تقوم بدور هام في خدمة الجمهور في بلدنا الحبيب. ما جئت هنا أيضا لأدافع عن البلدية أو لأرد على ما قاله الأخ محمد السنعوسي كما ذكرت في الحلقة السابقة، وإنما أردت أن أسجل بعض الإيجابيات التي تقدمها البلدية عن طريق مرفق النظافة العامة. مع أنني لا أنكر أن الأخ السنعوسي جزاه الله خير
قد تحدث عنها في حلقات سابقة، ولكن لابد من إعادتها وتوضيح ما لا يعني يتضح منها. الشيء الوحيد اللي تشوفه الآن في هذه الأيام وللأسف الشديد، كان وقتي وأنا أذيع وأنا أرسل هذه الرسائل منذ الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، كان هناك إذن وعقل يستمع، وتوجيهاتي كانت تلاقي استجابة وأحساس حلو وشعور، وتحس أن الناس تقول كفر خيرك مشكور. الآن هذا الزمن العكس، أنا أمشي أحيانا أشوف المياه ترشيد المياه، وأعرف المشكلة في الماء في الكويت، وألقى المياه وهي عدال البيت في الهوز الخادم أو الخدامة وهم مهملين في المياه، أطق والله أوقف أطق على صاحب البيت أقول يا فلان مو حرام عليك؟ ممكن. وقال لي واحد وانشكوا من فلوسي. هذه الجملة تزعجني تقهرني، لأن إذا كان المواطن يشعر هذا الشعور وهذا الإحساس وبفلوسي، هذا مواطن لا يستحق أن تسميه مواطن ذو أخلاق، وإنه رجل مسؤول وعنده أسرة وبيت وعائلة عليهم أن يكون هو القدوة، يجعل أبناء يحترموا كل شيء. أنا أحشر روحي وأنا أمشي بالسيارة أشوف شيء غلط أوقف وأروح أحشر، ممكن أنطق الحين، ممكن يقول لي واحد وتشكوا، وهذا قالها لي واحد أو أكثر من واحد. مجتمع الخير الطيب كان زمان، أما الآن فنحن نعيش وفي جو سياسي، أنا ما بيدخلك بالسياسة، برنامجكم هذا ما له علاقة بالسياسة، ولا كان الحين قط اللي بجهبدي ترى واصل ليني حدي كلش، خلنا بعيدين عنها أسلم لك. لكن فعلا التلفزيون في الدول المتخلفة وفي الدول العالم الثالث عليه واجب ضروري جدا، بجانب التسلية وبجانب الترويح والترفيه عليه مهمة أساسية، وهي التوعية والتثقيف والتعليم. نحن بحاجة ولا زلنا بحاجة، وتزداد حاجتنا من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية أن تبذل هذا الجهد. هناك جهد مبذول ولكنه محدود، هناك هذا المحدود لا أرى فيه الإبداع، التشويق، الدراسة المهمة بأن المتلقي يسمع ويطيع. لا، أكو يا تكون مباشرة يا تكون الله لا يوريك، يعني أنت شوف الحين التلفزيونات والقنوات الفضائية كثيرة، ولكن الآن التسابق والمنافسة من أجل المنافسة، خصوصا إن الموارد المادية أو المالية لهذه القنوات قلت أو لا توجد، فبدأ الآن في قنواتنا الخاصة الآن تشوف التكرار في البرامج، لا يوجد جديد، فليس صاحب هذه القناة كثر خيره إنه عند الجرأة أنه يبدأ بدون ما يعرف مستقبل هذه القناة من الناحية الاقتصادية، ولكنه الآن بدأ يتلمس جيبه، أنا لمتى بصرف؟ حطوا اللي شفناه. فبدأت، وفي قنواتنا الفضائية نوعين الآن، نوع يجب أن لا يستمر لرداءة إنتاجه ونوعية برامجه، وجهة أخرى تحاول ولكن الشح المالي بدأ يظهر. فإذا عندنا قوة الحكومة والتمويل اللامحدود من تلفزيون الكويت، الحكومة الكويتية، ولكن إذا استمر تلفزيون الكويت بهذا الوضع المتردي إداريا وعدم القدرة على صيغة جديدة بأن يبدأ، كيف يبدأ الإعلام الكويتي، كيف يتغير الإعلام الكويتي للأفضل، حسافة.
الآن طبعا في لك إسهامات خارج الكويت وعالمية، ومن خلال طبعا الإنتاج السينمائي، ونذكر في ذلك طبعا على هرم هذه المسيرة الفنية والإعلامية فيلمي الرسالة وعمر المختار. قبل فترة كان لك هناك مثل برنامج توثيقي وكان بعنوان ما لا يقال أو ما لم يقال عن فيلم الرسالة. أي نعم. أنا بدي أسأل، لماذا الآن تحدث محمد ناصر سنعوسي عن تلك الفترة، واللي طبعا تقريبا أكثر من 30 سنة تحدث فيها عن عما لم يقل عن هذا الفيلم؟ والله ما في سبب معين، يعني أنا وجدت نفسي أن أنا في الآن في وقت قللت العمل، عملي الخاص أو عملي الوظيفي في كوزير أو وكيل أو أي مسؤوليات أخرى، وأصبحت معظم وقتي في مكتبتي. وفي وجودك في المكتبة وعندك أنت كم هائل من الوثائق والصور والإثباتات والأدلة لقضايا عديدة وكثيرة، تبتدي تفكر كإنسان واعي وفاهم بأن ليش ما أسوي هذا الشيء، ليش ما أعمل تاريخ تلفزيون الكويت؟ ولن يستطيع أي مخلوق أن يعمل تاريخ تلفزيون الكويت أكثر مني بحكم علاقتي فيه من اليوم الأول. فأنا الآن بدأت أفكر بهذا فيلم الرسالة، من هذا الكم اللي شفتوه من الأدلة والإثبات والوثائق والصور كانت كلها وراء الكواليس، يعني بطارق. نعم. يعني اللي ما شاهد المشاهد الفعلي. كلام سليم. يعني ليش يستحق أن يذكر ويقال وهكذا. ودور الكويت طبعا هي الأساس. الكويت هي الأساس. يعني سواء في الأفلام الضخمة الكبيرة اللي هو فيها فيلم الرسالة أو عمر المختار، أو سواء أنا واجتهادي الخاص في مجموعة أفلام تجارية من أجل الربح المادي، وهي مجموعة كبيرة في هوليوود وفي تكساس، وكنت أرأس شركة أمريكية في تكساس تسمى هيت فيلم. الآن السينما خطرة في موضوع الاستثمار. إذا ما أنت استوديو قوي كاستوديوهات الكبيرة في هوليوود عندها الإمكانية المادية وتنتج 10 أفلام، إذا سقط فيلم يرفع الثاني، ما تستطيع أن تدخل أنت لإنتاج فيلم أو فيلمين في السنة. ممكن جدا أن تسقط، وبالتالي هذا الشخص اللي وثق فيك، لأن ما فيها جدوى اقتصادية، أنت تجي لشخص تقول أنا تشترك ساهم $1,000,000 أو 2,000,000 أو 3,000,000، هو لا يعرف، لا في جدوى، ما يعرف الفيلم حينجح ولا كذا، لو تعطيه السكريبت حتى ما يعرف يقرأ. نعم. لكن يثق فيك أنت شخصيا، يقول لك أنا أثق فيك، تفضل هاي 3,000,000 روح اشتغل لي. لما شفت الوضع والسوق بهذا الشكل أوقفت. الآن وانت قاعد ترصد هذه المسيرة الحافلة بالنجاحات وأيضا بالأسرار، يمكن إلى الآن احنا ما اكتشفنا الكثير كثيرة، وانت قاعد ترصد هذه المسيرة أستاذ محمد، وقاعد تشوف هذا الشاب المتحمس، سواء كان خريج من كلية الإعلام أو اللي داخل إلى السلك الإعلامي وعنده طموح وعنده أيضا مثال وأمثلة كثيرة، يعني مثلك حضرتك وأيضا أسماء كثيرة خالدة في الإعلام الكويتي، شنو النصائح اللي توجهها له والالتزام اللي عليه إنه لابد أن يكون؟ أنا أحيي أي إنسان عنده الطموح وعنده الإيمان القوي بأنه يعمل وينجح ويتمنى النجاح أو يحقق النجاح. لكن أنا من خلال التجارب يجب
أن تكون حذر جدا. ليس الموضوع هو أن تحلم، لأن الحلم الوحدة بجرد أنك تحلم بدون أن تعرف أن هذا الحلم سيتحقق، ما يجب أن تحلم أو لا يجب أن تجتهد في تنفيذ هذا ولا تعرف النهاية. الزمن يتغير والأوضاع تتغير. الزمن اللي كنت تحلم فيه من 20 سنة لم يصبح الآن يصلح، والطموح اللي أنت فيه من 20 سنة الآن وضع مختلف، حياة مختلفة، رذم في الحياة غير، ما نتعاطى ونتعامل فيه غير. نحن لو للحين نمتحن العالم العربي بأكمله، ماذا فعل في الاختراعات، ماذا فعل في البحوث والدراسات، ماذا فعل في العلم، نجد لا شيء على الإطلاق. هذه الجوانب مهمة لحياتنا في التطور، لكن نحن بخلاء جدا وليس عندنا الإمكانية والقدرة. وإذا برز شخص يستفاد منه في الخارج، لأن لم نهيئ وعاء علمي سليم لهؤلاء النابقين اللي عندهم القدرات. لكن عندما تعلم في أفكار فليكن، بس كن حذر جدا إنها تصلح للزمان والمكان. كيف تكتشف أن في بيتك مدمنا يقضان بالليل ونائم بالنهار، نشاط مفاجئ مؤقت وخمول مفاجئ يدوم، عصبي المزاج يتشاجر لأدفأ الأسباب، يقضي معظم وقته خارج البيت، يكذب كثيرا، أشياء عديدة في البيت تختفي. لو بدت على ولدك إحدى علامات إدمان المخدرات فافتح معه الحوار، قد يسعفك الوقت لتحميه من الأخطار. إذا أنت تبي تكون حافي ودايخ وحالتك بالويل، اشتغل بالإعلام. الإعلام لا يكسب مال في عالمنا الثالث المتخلف. أنت ليس في أمريكا وأوروبا تقدر النوعية ويقدر الإبداع والابتكار، أنت في بلاد لا تقدر الإنسان الموهوب، ما في تقدير. عندما تأتي بفكرة فأنت تطرحها وتفرضها فرض وتحاول أن، وهكذا يعني في صراع في تعب، هذه مشكلة. لكن في نفس الوقت ممكن جدا انك انت تحوش فليسات ومالت الامك وعائلتك وكذا، وتشتري ارض وعمارة، تمر عليها الظهر تمر عليها العصر شايف العمارة تضحك تبتسم مدخولة 7-10%. هذا احنا معظم الناس تشتغل بهذا. ليش؟ لان ليس عندنا روح التحدي والمقامرة من اجل افكار قوية وجيدة. فالشباب الآن تجدهم يجتهدون في مجالات محدودة ماديا اقتصاديا، في مطاعم، في إبداعات، في أزياء، هذه كلها جميل لقضاء الوقت وليس الكسب المالي الحقيقي الصحيح، وهكذا. نتمنى إن شاء الله تكون عندهم دائما يعني زمام المبادرة وروح المغامرة. إذا صارت زمام المبادرة يجب أن يكون عندك سيستم نظام في البلد طبعا يشجع على ذلك، بما في البنوك أن يعطوك القرض المناسب، بما في أن عندك أنت فكرتك هذه تتطور تكون أكبر، وهكذا. لكن أنت ما عندك حاضنة للإبداع. أنت لو عندك فكرة الآن هبل مينون، هذا ما حد يعطيك حتى فلوس، وهكذا. احنا عموما ان شاء الله يعني دائما نتامل الخير باذن الله تعالى، متفائلين. الله كريم، التفاؤل ان شاء الله يستمر، ارجو ذلك ان شاء الله. احنا طبعا الاستاذ محمد ناصر سنعوسي ابو طارق، احنا شاكرين لك جدا على هذه المقابله وعلى هذه الاستضافه في هذا البيت العامر ان شاء الله باهله دائما، ونتمنى نلتقيك ان شاء الله في مناسبات قادمه باذن الله تعالى. انا سعيد جدا بوجودكم، انتم عيالي وأنا أعتز فيكم وأفتخر. ولما نشوفكم بهذه الروح وبهذا التنظيم اللي شفته من خلال الستاف الموجود كله بهالاحتراف الجميل، أنا أنبسط، أنا أرتاح. إذن الأمل موجود إن شاء الله. الله يوفقكم دائما إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، وأيضا شكرا لك، وأيضا شكرا لك عزيزنا المشاهد على أمل اللقاء بك إن شاء الله في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين لك منا أجمل تحية، و إلى اللقاء.